وبنلعب بدل النص الوقت. في هذا اليوم تنظم جمعية المنتدى الثقافي ورشة عمل للأطفال حول مشروع بادر وأنت قادر الذي تقوم به الجمعية على مستوى محافظة طول كرم. هذا مشروع نهدف من خلاله إلى مساعدة الآخرين، نهدف من خلاله إلى تعليم الناس أمور دينهم، نهدف إلى صقل شخصية الطفل والطالب صقلا علميا تربويا ثقافيا. طبعا في هذا اليوم تكلمنا عن جزئية وهي إدارة الوقت، كيف تدير الوقت، كيف تعمل على تنظيم وقتك. نهدف من ذلك إلى ضبط معلومات الطفل، إلى صقل شخصيته، إلى تعريفه بما عليه من واجبات وما له من حقوق. طبعا في هذا اليوم أحضرنا بعض المختصين من التربية والتعليم وبعض المؤسسات الثقافية لإدارة هذه الورشة لتعليم الطالب كيفية إدارة الورشة بذاتها. جينا على دورة اسمها دورة إعداد كودة المستقبل، مكتب الدار الحديث باسم جمعية المنتدى الثقافي، ضمن ورشة عمل. وهي ورشة العمل تحكي عن مشروع بادر وأنت قادر، عن كيف نساعد الآخرين وكيف إدارة وقتنا وتقسيمه، تقسيمه إلى القراءة، تقسيمه إلى اللعب، التصفح الانترنت مثلا، بطرق اخرى وعده يعني نحافظ عليها. احنا هنا جايين حتى نتعلم قد الدورات، طبعا مش اول مره بتساوي هنا هاي المكتبه دورات، وهذا اكثر من مره وساووا يعني وطلعوا. احنا هنا مستفيدين تنظيم الوقت وإنه نبادر ونساعد الآخرين، الفقراء، المساكين، المصابين، الأسرى برضو بنقدر يعني إذا بنقدر نساعدهم، أي حدا بنقدر نساعده إحنا طبعا منفيده ومنفيد غيرنا يعني ومنفيد حالنا يعني.